فضيلة الشيخ، نقل عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، فهل يفهم من ذلك أنها كانت لا تصوم الست أو هناك توجيه؟ الست هذا أمر لا أشكال فيه، الست لا يمكن أن تكون مشروعة إلا إذا أتم نسائه النظافة، والحديث من صام رمضان ثم أتبعه بالست من شوال، وقول ثم أتبعه يقتضي أن يكون رمضان قد تم، فكما أن الإنسان لا يصح منه راتبة الظهر قبلها، يعني راتبة الظهر البعدية قبلها، كذلك أيضا أيام الست، لأن أيام الست بمنزلة الراتبة بعد الفريضة فلا يصح. لكن قل لي، هل يدل على أنها لا تصوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو أيام البيض؟ قل لي هذا، ما ندري، الله أعلم، قد تصومها وقد لا تصومها. إن صامتها فليس بغريب، لأن القضاء وقته موسع، والنفل قبل الفرض الموسع جائز، وإن لم تصومها فهو أيضا ليس بغريب على فقهها، لأن الفقه يقتضي أن يبدأ الإنسان بالواجب قبل إيش؟ قبل التطوع. وقد قال أبوها أبو بكر رضي الله عنه: إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. فعلى كل حال صيامها النفل قبل القضاء أمر محتمل، لكن صيام الست قبل القضاء أمر مقطوع به بأنها لم تصومها، لأن عائشة رضي الله عنها أفقه منا ونحن نفقه من هذا الحديث الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أن الست تابعة لرمضان، فلا يمكن أن تصام قبل إتمامه. عرفت؟ قد يقول قائل: أليس الرسول يصوم في أيام البيض، أو يصوم في ثلاثة أيام من كل شهر، يصوم من الاثنين والخميس، لماذا لم تصوم معه؟ فيقال: ألا يمكن أن يكون وقت صوم الرسول عليه الصلاة والسلام وهي حائض؟ أي يمكن، ولهذا الأمور المحتملة ما تكون دليلا. نعم. فضيلة الشيخ عبد الله، ما رأيك من كان عليه صيام قضاء فأدركه يوم عرفة أو يوم عاشوراء وأراد أن يصومه ويأخر القضاء؟ نرى أنه لا بأس، يعني لا بأس أن الإنسان يصوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء وعليه قضاء، لأن وقت القضاء موسع إلى أن يبقى من شعبان بمقدار ما عليه من الصوم، لكننا نختار أن يبدأ بالقضاء ويصوم يوم عرفة بنية القضاء، وربما إذا صامه بنية القضاء يحصل له الأجران، أجر صوم يوم عرفة وأجر القضاء. وأما صيام الست من رمضان من شوال فلا ينال ثوابها إلا إذا أتم صيام رمضان، وذلك لأن الست تابعة لرمضان، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر.